منذ متى ودأ دفتريا متوفشي في المديرية وما أسباب عودة الداء للمديرية؟ أولا أشكر قناة اليمن اليوم على اللفة الكريمة على المديرية وعلى هذه الأمراض القاتلة للأطفال. طبعا بدأت الأمراض تنتشر المادية وخاصة الدفتيريا، فقد أدت إلى وفاة عدد من الأطفال في سنة 2023 و2024. كانت عدد حالات الاشتباه في المديرية 12 حالة اشتباه، منها حالة وفاة. فالأمراض بدأت تنتشر بسبب تخلي الناس أو عن اللقاحات أو التطعيمات. يعني هذا هو السبب الوحيد؟ نعم. طيب دكتور عباس، يعني ماذا عن الحملة التي أقيمت ضد اللقاح؟ هل لها دور كما ذكرت، لها دور أساسي في عودة الداء؟ الحملة هي ضد الداء وليست لها دور أساسي في انتشار المرض. الحملة لها دور أساسي في الوقاية من الأمراض. لا، الحملة التي قامت ضد اللقاح، الحملة الدعائية. نعم، كيف ستؤثر على انتشار مرض الدفتيريا وعودته إلى المديرية؟ طبعا في حملات دعائية ضد اللقاحات من التيارات الدينية عبر الجماعات الدينية، التوجيه بمخاطر اللقاح، ورغم أنه ليس له أي مخاطر، انتشار الرسائل الخاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتقاد المجتمع وخاصة المجتمع الذي يعاني من تدني الوعي الصحي في استقبال هذه الرسائل وعدم الذهاب إلى المرافق الصحية لأخذ اللقاح، وكمان عدم قبول اللقاح في الأنشطة الإيصالية التي يقوم بها مكتب الصحة بالخروج إلى القرى عبر هذه الأنشطة، مما يؤدي إلى ظهور هذه الأمراض وانتشارها بين المجتمع. طيب دكتور عباس، يعني ماذا عن دور التوعية وماذا عن الجهات المسؤولة من كل ذلك؟ أين دورها؟ تقوم الجهات بالتثقيف الصحي ومحاولة إقناع التيارات والمجتمعات المتأثرة بهذه التيارات بقبول اللقاح. فبعض الناس تقبلوا التثقيف والتغيير السلوك، والبعض الآخر يبقى متشدد.